الخل ولا سلسال ابن حرفة ابن كار ما بيكتم عن طمع المحك على الوجع ليش سكر ليش قلع فعل بابع واعترض بيّن على انه قبض 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 وهالخطابات النارية ومن تبعين القضية بخلاص وطنية والغرض ذات الغرض والمرض ذات المرض واللي بتشوفه غرض بيكون لسه ما قبض ما قبض شقيقين بشقيق معكم. لا ما في داعي تشقيق معنا. ليش الشقيق يعني النسوان بس؟ مو للنسوان يعني هلا انت مين حضرتك؟ انا مواطن. اهلين انت المواطن. خلصنا الله ما لنا فاضي لك، ما لك شايف مش قدنا مشغولين؟ شو عم شاوي مدروب؟ عم نلزق. اوعى كل شيء لعوكم ها؟ قوم لا بدكم بليز. لك شو بك؟ ليش خفت؟ هذا فرد سيليكون تلزيق. شو انت ما بتحب السيليكون؟ بالعكس انا روح قلبي النفخ. بس عن جد انا بخاف من الفيودة. ليش؟ وانت مالك رجال؟ والله ما بعرف، كنت تسألوا أمية. أميرة؟ مين أميرة؟ مين أميرة؟ مين قال أمية؟ أنا بعرف مين قال أمية، هلا عن جد انتوا شو عم تسألون؟ عم نلزق استراس على الجلابيات. ليش هدول جلابيات إلكم؟ ولك هدول مو إلنا، هدول لمعمل شك ونحن بنشتغل بالقطعة بالإجرة، بقى شو رأيك أعمل لك باروكة شك تشك على فرطك شك؟ والله أنا مهضومة يا أخي. شو رأيك أنت تشيلي مسبح وانزل عليك دباجة شك؟ ولك اضرب شو دمك خفيف. لا بالله عن جد عن جد، ما بتاكلوا هم إنه الموديل تبعكم ينط لهون فجأة وشفتن عم تشتغلوا هاي؟ مديرنا مخرجين المديرة حاسس بشي. مين جايبين هاي المعلومة من فجأة؟ أميرة فسأل مينا شو عرفكم؟ أنا عم أقول لك مديرنا راحت عليه، إيش بده ياخذ وقته ووقت غيره؟ لك هلا بلا العيب تعا ساعدنا، أحسن ما تاخذ وتعطيه. وين بدي ساعدكم يعني أنا بساعدكم بس مو هلا. لك أنا أنت لما بتشوفوا لي هالمعاملة. هذا شو؟ يلا. هي المعاملة مو عنا. نحن هون الذاتية، ما قريت شو مكتوب على الباب؟ لعيب. غريبة أنا قريت شو مكتوب على الباب بس مبين هون مشغل شك مو ذاتية. يلا يلا خلصنا مالنا فاضيين لك هلا. تفضل الله معك أخي تفضل اطلع من المكتب. اسمعوا مني يا جماعة، قلبي عم يقول لي إنه المدير تبعكم راح ينط فجأة ويشم ريحة السيليكون وتنضروا. لك ما بيشم مديرنا هذا السيليكون حامي مو بارد يعني ما له ريحة. طب تياهنوني إنه راح تنضجوا. تياهنوني أنتوا كمان. الأستاذ حولها على الدائرة القانونية ونسيت. لك يا ريتني بجري، يا ريتني بجري. إن شاء الله بيسلمني دوار الأمر. دقيقة. مرحبا، يعطيكم العافية، يعطيكم الصحة، إن شاء الله تضلوا بخير. أهلاً أهلاً يا سهلة، أهلاً. تفضل يا سهلة. طمنيني عنك شلونك؟ إن شاء الله هيك مرتاحة بالشغل عند المدير الجديد. إيه الحمد لله. وهو بعت لك هي المعاملة مشان دققها وترفع له تقرير عنا. على راسي على راسي، شكرا. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. بس هو
هو الحقيقة هي المعاملة كانت عندي سابقا وأنا أعطي رأيي بشأنها. عفوا آسف بعتذر ما بعرف. طيب سهلة، يعني السيد المدير الجديد ما جاب لك أي سيرة بخصوص هذا الموضوع؟ بخصوص هذا الموضوع؟ لا الحقيقة ما قال لي أكثر من اللي أنا قلت لك إياه. خير إن شاء الله، خير. شكراً يا سهلة، شكراً. يعطيكم العافية، إن شاء الله تضلوا بخير. شكراً. ميسر، الله معك. الله يدري الأستاذ سليمان حتى يجن. خير نزورتي؟ شو قصة هاي المعاملة؟ لك إن شاء الله بيسلم المعاملة. وإن شاء الله بيسلم لأصحاب المعاملة. خلصنا أخي بقى، تفضل فرقنا ريحة طيبة، بدنا نعرف نشتغل. يا تعزوني عم عطلكم انا. طالما بتفهم تفضل اطلع لبرا. اخي الله يخليك، ما صدقنا امتى اجانا يوم نتنفس فيه. جاي انت تعطلنا، الله معك. لا اطمن، جايكم ايام تتنفسوا فيها خيي قرا، لانه مديكم رح تكثر اجازاته. الله يخليك، خلصنا وخلينا نعرف نشتغل، الله معك. يا تعزونا عطلنا لكم، هذا كله بدكم تشكوه. تفضل حطيه على هاي الكاتب. شكوا على راسكم، هاي مديرية. على فكرة أميرة خانم، ما تنسي العشاء في الفيلا الأسبوع الجاي، بليز مو مثل هذيك المرة ما تجي. خلص إذا خلاني أول. لا أكيد رح تجي، يعني رح تكون أول الحاضرين. بس مثل ما قلت لك سيارة خانم، المرة الماضية كان في عندها استقبال، مو هيك أمورة؟ إيه كان عندي والله. مو مشكلة، على كل حال إذا بدكم بوصلكم معي السيارة. لا شكرا، هلا بناخذ. لا الشوفير تبع المديرية راح يقضي له كم مشوار هيك بين ما خلص مشاغلنا بالمول. لك شو هذا لك أمورة؟ كم مرة قلت لي قولي له لجوزك يفرك له أذنه لهذا الشوفير أو يغير لك يا أحسن. خلص يا بنت الحلال، بتعرفي شو؟ بنبعته على مشوار بينام وما عاد بفيق. أوكي أزي لايك، يلا تشاو. تشاو، باي باي. باي. هي تاكسي فاضي لك تاكسي. شو تاكسي بكسي انت التالي داي لهون ولك استنيها لتبعد؟ شو صاير لي؟ الله يسامحه أبو طارق، ضروري هالشرشحة. شو كان صار لو معنا سيارة من المديرية؟ هي راح، هلا عجز استني ساعة. تضرب في الجهة، الله عدمني المديرية. قال مينا مشغل وسخانات. ما قبل الجمعة شو بيسووا هدول اللي ما بيخافوا الله؟ سكور الكنيسة. لا تعم شو بقى؟ تعي عنك، وين جاي حداد؟ شو دخلك انت وين رايح؟ روح طلعني عليك شغلها. مرحبا. اهلين عمو، اهلا وسهلا. مو حضرتك سكرتيرة المديرية عام؟ بل انا سكرتيرة المديرية عام. خير عمو، بتحب ساعدك بشي؟ الله لا يحرمني هالشقية. بدي اشوفه للمدير العام. لا والله يا عمو، المدير العام ما مهم. اذا بتحب قل لي انت شو بدك منه وانا بخبره من عيوني التنتين. انا بس بدي اقول له اني بحسدك على السكرتيرة يا مربايه. يا عمو شكرا كلك زور. اخر سؤال. ايه عمو تفضل. عرفتيني؟ بعتذر، أنا كان لازم أعرفك وما عرفتك شيء. ما عرفتك يعني ما عرفتيني؟ سقطتي لي قلبي. أنت مكتبك مو فوق؟ بلا أنا مكتبي فوق. بلا لكان لوين رايحة؟ هيبانة ما هيبانة. لا أنا ماني هربانة، أنا عندي معاملة ورايحة فيها على الذاتية. بعدين أنت شو دخلك؟ إيش هي أنا؟ إيش هي؟ إيه عن إذنك. الله معك، راحت الشقية قدامي. وأنا عندي معاملة رايح فيها. بدك تقويشي شكل ستايل؟ ابي تغير العقل، شو ستايل؟ شو رمان؟ بس هيك عندي مبارك له بديت اشوف الطن سهرة، يعني هيك يكون في استراسات وشاحط وكفيونة من ورا. والله وفقك، ما عندك من هذا الموديل تبع كل الموديلات؟ طبعا عندي، بتعرفي شو؟ بكرة إذا المدير العام ما إجا بنروح سوا لعندي على البيت فرجيك عليه. وافقت. علوشة؟ أنت ما بدك تشتري لك شي قطعة وتنفعيني بقى؟ حبيبتي مالي فاضية، بعدين الله يعينهم الزباين اللي بيشتروا منك، ما بيعرفوا انك بتشتري القطع مزمرقة على قدك مشان تلبسيهم وبعدين تبيعيهم. شو علوشة؟ ما قمط هذا اللي عم تحكي معه؟ عم بسنجر؟ القمط طبعا، قمط ليك وشابك وبده يشوفني كمان. عم تمزحي؟ ايه وعدين بس وشوفي؟ طبعا بدي اوعده، لكن عم بستناكي تقولي لي.
ودخلك شخصية؟ والله على هوا الصورة كثير شخصية. طيب ليكي ما قالك شو بشتغل؟ امبلا قال بشتغل بشركة اعلانات. شركة اعلانات؟ معناتها مريش وحلو شربك هيك وستايل شو عم تحسني؟ يا بنات يا بنات عم بيقول بده يشوفني شو اعمل؟ وعديه شو فيه؟ شلون بدي وعده؟ انا بالشغل هلا ما بعدين بالشغل بدك دخيلك على اساس اول مره بتعمليها روحي لا حبيبتي انا كنت اعملها بس هلا ما بقدر بالوقت ما اجى هالبابا ما لك روحي دق الحديد وهو حامي هلا معمي على قلبه طيب لا تنسي انه مدير العام مسافر مو كل يوم مدير العام مسافر بقى لح يطيرك قبل ما يمشي على غيرك معك حق يلا شو بيطيروا العقل بعدين اذا ما عجبوا شيء فيك كيف يعجبوا شعراتك؟ جوانا اعطيني برفان من عندك يلا لك يا الله يا علوش ما فيني اعطيك برفان من عندي ولك كلهم بختين قليله ايه وليه روحي بخيلة بختين بلا بخيلة شيء تقليدي يلا روحي جيبي لي انت حبه يلا ميك اب قدامي طولي بالي بعدين لك احلام يا ابو تفضلي يلا ايه خلص خلص خلصتي لي اياها خلص اف ريحتها مثل الفواكه المعسقة كمان فوق ما عطيتك تحطي منها ما هيك؟ قلت في شيء بغطى على شيء وبعمله على قلبه بهالريحة شو قصدك وليه؟ خلص انت وياها شو بكون مثل ريا مسكينة؟ انسي علي شو لو سمحتي تفضلي روحي شوفي طيارة يلا علوش شوفك شوفي طيارة جمالة سلاف انا بحبكم كثير دعولي وعليكم السلام شو بيقيكم مشقيقين لأنه المدير العام غايب ايه شقيقين يا بعدي وانت شو عرفك انه المدير العام غايب؟ لأنه كل المديرية ما لها غير هالسية كلهم شقيق ومبسوط انه المدير عام مو هون تقولي قاطع عنه الأكسجين لك اخ يا رجل هو قاطع عن الأكسجين بس يخرب بيته معدمنا الهواء اللي يتنفس ويخرب بيته هي مو صحيح هي ليش مو صحيح بلا صحيح مو معقول يقطع عنكم الأكسجين لأنه هو بيختنق شو بده يتنفس كيفهم هلا انت شو بدك؟ بدنا هالمعاملة قالوا لي عنكم مضبوط هاي المعاملة عنا بس هلأ ما رح يمشي الحال ليش؟ لأنه الست علي رئيسة القسم راحت شو علي؟ نستناها لتيجا لا شو تستناها ما تستناها لك يا أخي بتريد الآن الست علي مو هون فهذا بيعني أنه هي يمكن ترجع اليوم ويمكن ما ترجع بقى جاء بكرة بلكي بلكي الله بيطلع بوشك وتظبط معاملتك شو هاي بلكي؟ وين عقيتي؟ إذا واحد على حصان أبيض وهو خطفه على حصان أبيض؟ ليش بالمديرية هون عندكم اسطبل؟ مو بالمديرية على الانترنت الاسطبل طول عمري فوت على الانترنت ما بيطلع لي حصان أبيض ما بيطلع لي غير فايجر هلا انت شكلك شكل واحد يفوت على الانترنت انت أكثر شي بتفوت على لك هلا شو بدك والله شكلك انت أجذب على البركة طلع فيني طلع فيني زعلي معقول يا رب دخيلك انه الان يسعى هذا الضراب اللي راحت تشوفه يطلع اعمى بصره وبصيره قوم يتجوزه ويريحنا منه يا رب لك شلون بتخيلي تروح بيكي مدير عام ضيق انه راحت ما بيضيقها شو مفكرنا من ضيعه قليله احنا بنعرف انه المدير العام مو هون لذلك الان يسعى استغلت الفرصه وراحت طيب بيكي راحت لعنده بيعرفه يا المدير العام وقال له ما بيضيقها تعال 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 هون شلون خذ هي معاملتك وحل عنا حاجتنا ايه نحن ما صدقنا على الله انت هاي الست علي تتعرفت في شي واحد يعني هيك ياخدها عنا تحل عنا هي وغلاظتها وتقل دمها وانت قاعد عم تنقلي مثل البوم شبك طيب خلاص بطلت علونا المعاملة بيكي مع حدا وقعها خدها وروح بدك تعا بكرة تعا بكيا ما بتنحلي اليوم لا لازم اجي بكيا 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 ايه بكيا الشافعي
كنا من صناع الدراما والتلفزيون، هلا صرنا من متابعين دراما والتلفزيون، لا شغلة ولا عملة. زمن ولا الكون مو الزمن، هي عوجة عوجة. شريف نعمة، لك هاي شو جابها لعندك؟ أنا الأستاذ بداني ارفع له عنا تقرير مفصل. لك ليش ما شاف توقيعك عليها؟ شلون ما شافه؟ شلون ما شافه؟ طاجش علي حضرت لي توقيع على قده. معناتها ليش رجع لعندك؟ ايش بيعرفني؟ شلون شو بيعرفك؟ بما انه رجع لك اياها معناتها حاسه قلبه انه فيها شيء مو قانوني. لك هذا حكينا يا استاذ عماد، الله وكيلك انا هالقصه من اصلها مالي حاببها كلياتها على بعضها. شو يا المحضر؟ طلع طلع فيني يا اخي، طلع فيني بس تركي معي، طلع فيني انا نائب مدير عام. شباك العين ما عرف الكلام، شباكم بقى اهلوا ركزوا ربوا. نعم شباك جبرت، ما بتعرف هاي المعامله لمين؟ لك هو المشكلة، هو المشكلة انه الواحد بيع بين نارين، لا فيك انت تشتغل له شيء لصاحب المعاملة تقرب ناحو، هاي منشيد، ومنشيد تاني، هذا الأستاذ الجديد لا بينحلب لا بينجرب. لا سيدي رح ينحلب وينجرب، شيد ولا مو شيد، بده ينحلب وينجرب، إذا ما انحلب وما انجرب، في مين يحلبه ويجربه غصب عنه، ربو بقى، اهدى شوي. يعني شو هلا شو ساوي أستاذ عماد؟ قل لي أنت شو ساوي؟ خلص يا أخي تكني حالي، أنا بفكر بحل القصة خلاص. يعني ما فعلوا تقرير مفصل؟ لك يرفعوك فلا ان شاء الله، عمل لك خلاص فهموني بقى بعدها بفهمني بالمديرية، خلصنا معاك. استاذ عماد هاي صارت عندك معاملة، انت تصرف بنشاط، انا طالع على مكتبي اشرب فنجان سحلاب، السلام عليكم. كيف يا جبان بسيطة، بلش الشغل بسيطة يعني ورا النهائية. صحة صحة صحة، قلبي وين نروح نعمل أكل؟ يعني أي محل رومانسي؟ رومانسي؟ بعد قاسيو. شو؟ أي قاسيو؟ لوين؟ على قاسيون، روى ما في حدا لحدا، نقعد راحتنا. لا شو قاسيون؟ انت شو عم تحكي؟ انا ما فيني روح على قاسيون، لو سمحت انا ما بطلع على قاسيون. خلص منروح عندي على البيت. لك شو بك شو صاير لك؟ انا بدي روح لعندك على البيت؟ ايه. لك شو هالقلة الادب اللي انتو فيها؟ العمل؟ والله ما كانوا هيك الشباب بالثمانينات، لا عيب عيب. ثمانينات؟ لو سمحت، لو سمحت. وين رايحة؟ سديت لي نفسي. لك شو تعي وين رايحة؟ تعي لهون. لك شو قعدتني اكل؟ وبايتي حاجة، انا بسيط رفض وبايتي حاجة تتفاصل فيها ريا. ها؟ طب انت الله يسعدك قرابتي، شو طمني ان شاء الله المعاملة خلصت؟ لا هلا ما تيسر ولا همك، امانة الله قرابة، اي حواجز اي عوائق هاي الرقبة سدادة. بدي اسألك هدول شو هدول؟ هدول مفاتيح. معك مفاتيح كل الموظفين؟ كل الموظفين هذول. طيب انا منهم مفتاح المدير العام؟ والله مفتاح المدير العام بالوقت الحالي حاليا ما موجود، بس بوعدك ها يكون بين هالمفاتيح. لا ما بظن. وليش عاد ما بظن؟ لانه المدير العام تبعكم ما له قفل، له باسبور. ايوه وشو هذا الباسبور؟ يعني كلمه سر. ايوه الله على قلبي. بدك شيء امانه الله؟ لا سلامتك. الله يسلمك. شو هالمديرية؟ شو هالمديرية؟ وين نقول عنا؟ وراكي وراكي. لك شو هالمدير العام ها؟ رجله مخضرة علينا بلو، العم بينشف البحر. شلون بقى؟ لك شو شلون بقى؟ اسأل الله أيام المدير العام اللي قبله، العم ما كنا نلحق معاملات 200 من هون 50 من هون. لك هاي ما عاد استفتحنا، لك ريحة باطنة ما عم نشمها. أبو تنان شو ما عم نشم ريحة باطنة؟ والثلاث معاملات اللي مرقوا عليك هلا؟ الله وكيلك ما جابوا همهم. أحسن مني، أنا طلعت إيد من ورا وإيد من قدام. شلون أحسن منك؟ مو أخذنا النص بالنص. لك حبيبي أنا حسب مصروفي وطموحاتي ما بيعملوا معي شيء. الأيام جاية أبو أكرم، الأيام جاية. لا تقول لي الأيام جاية، أعطيني عمر ليغيب المدير العام مرة ثانية، مو مضمونة. والله أنا شايف لك لا آخذ حق المعاملات على عينك يا تاجر، وما عاد يهمني شيء. والله أنا رح أعمل هيك، ما عاد وقفت معنا يا رجل خسرانة. شو يا؟ شايفكم مشقيقين. السلام عليكم. وعليكم السلام، هذا أنت رجعت هديت يا طير، هون هدفتين وطار. أنا عيطت المعاملة على دكتور،
قال لي انه ما مع سكان. لا حبيبي، كانت معاملتك نازل السكر تبعها. انا اسيدي ما كان مع سكان. عم اقول لك كان نازل السكر تبع الاخير. بتشاري؟ بشاري. من شو لشو؟ حط الشرط اللي بدك اياه. طيب انت قلت اذا كمشت المدير العام تنكل راح تشلحه بالداخلي صح؟ مظبوط. طيب هلا اذا معاملتي ما طلع مع سكان بتشلح بالداخلي؟ يا سيدي بشلح بالداخلي واذا بدك بالشرط كمان. وبترجع لي 200 دينار؟ برجع لك ال 200 دينار. لا يا عمي انا ما برجع شيء مني. اكيد اكيد. ما بتتراجع؟ لا ما بتراجع. بتقدم؟ بقدم. من شو؟ قد ايه قياس خصمها؟ 44. ماشي 44. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذي شلحني بالداخل. طيب شو اذا ما تشلحوا بالشرط ما تكون اسمي بسلام انا. طيب هون حتى الطير وطا. حتى الطير وطا. مرحبا وحيد، وينك انت؟ لا لازم ترجع البيت، مضطر اشلح التنكر. لك اخي بعدين بشرح لك. ماشي الله معك، يلا بسرعة لا تأخر. بيان عندك جلسات لسه؟ لا. يلا عم استناك عجلي قوم يلا نروح سوا. مو ضروري. وحي ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ شو بدنا؟ والله انت بتعرف ليش. لا اله الا الله، رجعنا نفس القصة خلصنا بقى. حل عندك. روحي، قضية نعمان غزالي مصلحتي ومصلحتك. مصلحتك لحالك مو مصلحتنا. روحي مصلحتي ومصلحتك روحي. شو بدنا؟ لك عيب، عيب يكون عنا مصلحة بهيك قضية، أساسا عيب عليك تنزل لهيك مستوى. ما أنا ما بسمح لك تحكي معي. والله انت اللي عم تسمح لي احكي معك بهالطريقه. بعدين قيم ايدك واوعى تعيد هاي الحركه. نحن هون بمكان له حرمته. تفضل استاذ طارق. شكرا. تفضل عمو نضال. يسلموا. الله يسلمك. هو استاذ وانا مو استاذ. ولا تزعل يا حبيبي، وانت استاذ وهي سكره حليت امك. لك على راسي. يعني هو بتعطيني سكره وانا ما بتعطيني سكره بوفا. لك تكرم عينك وهي سكره انت الثاني. تفضل. هاك يا جو. تشرف. على شوي. على طول. على طول. ما معك على ليمون؟ لشف لك. لا والله ما معي. بعدين ليش بدك الليمون؟ لك اكل كل هالليمون، لشو بدك تسكر على ليمون؟ الليمون فيه فيتامين شباب. والله معك حق، الليمون مفيد كثير. ما في منه للاعصاب دواء. قول الحكي لبابا. بس بيني وبينك كتره بيضر. كتره بيضر؟ إيه لكن بيأثر على الضغط. طب موفق بتعرف تغني؟ قلت لي ما؟ ايه طبعا لكن. فيك تغني لي وترحل بهذا الاتجاه؟ يلا وترحل. وترحل. لك إيه لمين بده يطلع؟ طول النهار وش وشبي بالعيادة. مضبوط والله معك حق، حسيت حالي هيك برنامج الصحة والحياة. عمرين موبايلك. ايه ما بدي رد. ليش ما بدك ترد؟ هي دانا. ايه بعرف انه دانا ما بدي رد عليها. ليش متخانقين؟ لك شو متخانقين؟ امبارح فرقت وماني عارفان بشو بدي اتحجج لهلا. بسيطة، إلا جلال اللي معنا بالورشة ما. ايه هات نيتك تريك ما دخلك. قوم شوف العمال حاج بقى قاعد وعامل حالك مهندس مثل حكايتي. قوم. رحمة الله عليك يا جلال. يا رجل تقول ما صدقوا انه يغيب على المديرية. طبعا لكن انا مخرج عظيم وافكاري هاي كواليتي. لك هي صدفت وزبطت معك. هلا دكتور انا يا دكتور احمد واعوذ بالله من كلمة انا يعني افكاري ثاقبة جدا وعندي بعض نظر للاشياء واتكهن بالنظر. شو ناوي تفقع لما رجان خطابي انت عنك وعن حالك؟ قلنا لك صدفت وزبطت معك. امرك. يا ريتها ما زبطت. كمان امرك. لانه لو ما زبطت ما كنت شفت الشوفات كلها. شو الشوفات اللي شفتها؟ لك شيء بجنن، كل واحد منهم له اسلوبه وطريقته بالفساد والرجمه وكلها اساليب عم تتطور ما شاء الله. لا تحكي لي حكي، اكتب لي اياهم كتاب.
حرف حرف. حاضر. بالمناسبة أنا عم فكر غير مكان التمكن. أوف ليش بقى؟ يعني هون حاسس إني عم بأسرق وآخذ من وقتك. دكتور أحمد سرية حتى عني أنا؟ لا مو هيك قصدي، بس إذا تنكرت بالعيالة بريحك شوي لأنه صاير عندك مواعيد خارجية وداخلية. إيه عجبتني الداخلية كتير. بس أنا ما عجبتني حاجة بقى، هي نجمة بتشع وهي نجمة بتنطفي، حاجتك سلبي ورق خيو. أنا رح صير أتنكر بالعيالة هيك وهيك، عم بفتحها جمعة وسبت بستفيد منها. خلص على راحتك مثل ما بدك. ماشي، بس الله يخلي لي إياك، يعني أنا لازم أكون مطلع على كل خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة. حاضر، يعني اكتب لك هذا شو اسمه؟ ديكو باش. ديكو لعما شو هاد؟ زلمة المخرج هذا ما بتعرف الكاميرا وين حاططها؟ معقول؟ أنا بعرف وين؟ ليك جهز لي حالك اليوم عنا نقلة. أنا جاهز أستاذ، بس مشان هذا الحارس شو بدنا نعمل فيه؟ إيه شو بدنا نعمل فيه؟ يعني بدك تدير بالك منيح، لأنه إذا انكشفنا مروح علي وعليك. أنا بقيان، أنت رايح ولا نازل؟ شو؟ أنا رايح، أنت بقيان؟ لك أنا نازل، أنت بقيان؟ أنا نازل معك. نازل اطلع. يلا. لا تطلع. لك شو؟ عفوا عم بحكي على البطس. دير بالك. لا تطلع أنت، أنا جاي لعندك. إيه لا تروح. ماشي مع السلامة. ماشي، الله معك. خذ جلال. يلا قوم. دير بالك على البطس. شو بيصير لك أميرة خانم إذا سجلتي بمدرسة السواقة؟ بتنقصي يعني؟ أنا مرت مدير عام، شلون بتسجل بمدرسة مثلي مثل غيري؟ والله مو حلوة بحقي. فعلا مو حلوة بابا، هي مرت مدير عام إذا سجلت. يعني وباعتبارك مرت مدير عام، شلون لازم ينحل الموضوع برأيك؟ حبيبي أنت التليفون بتجيب لي الشهادة لعندي من غير ما أروح على المدرسة وأجي على المدرسة. مو ناقص غير لف صندوشة زعتر وآخذها معي كمان. لا شو تاخذي معك صندوشة زعتر بتروحي على المدرسة بهالعمر بابا؟ حرام. شوفي من الآخر، إذا مفكرة إنك تاخذي شهادة السواقة بالواسطة بتكوني عم تحلمي. لك أحمد والله العظيم القصة مو مستاهلة، ليش عم نحكي فيها؟ ما فيها شيء. فعلا بابا القصة مو مستاهلة. أنت كل لك كل أكل قيم هذا الليمون من إيدك. شو مو مستاهلة؟ لك شو مو مستاهلة؟ الشغلة فيها أرواح ناس. لو كل الناس بتاخد شهادات سواقة بالواسطة كان كل دقيقة صار حادث بالبلد. ايه بس انا مرت مدير عام، ما لي مثل اي ناس. لك لانك مرت مدير عام لازم تسجلي بمدرسة السواقة مشان تصيري قدوة يا اميرة. من الاخر من الاخر. شو؟ مثلك مثل غيرك، بتروحي بتسجلي بمدرسة السواقة وبتعملي فحص مثل كل الناس. ومين بدي يعلمني السواقة جوات البلد؟ لنوصل ليها منترجم عليها. طارق بتعلمني؟ ايه بعلمك انا. هلا ما لقيتي غير هذا الدب يعلمي؟ هذا إذا علمك سواقة ما رح يعلمي غير التشفيط. وبعلمك تخميس بابا. تخميس؟ رح أدعك مخمس على خلقتك. دايمين. وينك ماما لا تزعلي، بكرة أنا بعلمك التشفيط والتخميس والزيك زاك. إذا كان الزيك زاك صعب عليك بعلمك أول شيء الزيك بعدين الزاك. ولك أنت بالزاك بدي أخلع رقبتك. لك شو؟ قال بدها شهادة السواقة بالواسطة. لك شو بدك تصيري شوفير جيش أنت؟ حاضر سيدي حاضر. لك على مهلك يا ابني، شبك؟ خير خير سيدي. شوفي مالك شايف الشاخصات تبع تحديد السرعة؟ مبلا سيدي. شلون لكان؟ ليه ما عم تلتزم فيه ولا كان؟ ولا بدك الرادار يلقطنا لنا كم صورة؟ شبنا سيدي، هاي سيارة مدير عام، أني كاميرا بتشترجي تلقط لها صورة؟ والكاميرا شو عرفها انه هي سيارة مدير عام ولا سيارة وزير؟ النظام نظام يا ابني، ما بيعرف مسؤول وغير مسؤول. سيدي الله يخلينا اياك، المسؤولين كلهم بيحاسبوا، ما حدا بيشتري حاسبهم. هذا علاك فاضي، حتى لو كان فرضا هالكلام صحيح فهذا بيعني انه المسؤول لازم يكون قدوة مو شخص مستهتر. الله يرضى عليك، من هلا ورايح بتلتزم بالنظام بإشارات المرور وبالرادار وبحزام الأمان، فهمت؟ مفهوم سيدي مفهوم.
على فكرة لسه الفئة بكير عم تنزعلك مناماتها. إذا عم تزعجك الفئة بأخرك على الدوام. شباك ما ترد؟ قال شو؟ ساوي مكتب ترجمة مو ناس اللي يجيب مستشارين. يا حبيبي صار للدبانة دكاني وصارت تسكر الساعة 8. شوف لك يا أبو سناء، بعهد هذا المدير الجديد كل شيء بيصير. يا حبيبي تعرف أبو أكرام، جاي على بالي أعمل واسطة مع المدير العام، بركي بيحطني عضو باللجنة الفحصاء. يا رجل والله لو بتحط 100 واسطة ما عم تستفيد شيء. ليش بقى حبيبي؟ لأنه هو بده ياخذ من أصحاب الشهادات والاختصاص، أنت ما معك غير بكالوريا. هلا البكالوريا ما عاد تعجبك؟ لا تأخذنا، ليكون معك دكتوراه ونحن ما لنا عرفانين. لا حبيبي لا، أنا معي شهادة معهد متوسط. ضحكتني والله، مرحبا شهادة متوسط، ليكون اشتريت لك بيت وطيارة وسيارة محترمين. صباح الخير، استلموا. صباح الخير. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباح الخير يا طيب. قالوا لي هون تقديم طلبات المسابقة. مزبوط هون تقديم طلبات المسابقة، بس يا ابني شايف المسابقة بنومك لحتى جاية بالشهادة وبنتها. لا استاذ بس عفوا اتسلت حالي على بكير، يعني صار لي سنتين متخرج وقاعد بالبيت عم كش دبان وما كنت لاقي وظيفة. لا وإذا بدي استنى مكتب التشغيل بموت وبتصير عظامنا مكاحل وما بنتوظف. لا وإذا بدهم واحد خلا 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 شبنا لا تحكي لنا قصة حياتك. جاي الورقة المطلوبة؟ جاي السيفي تبعي جاي. سيف؟ شو هي سيف؟ شو جاي تحارب انت ولا جاي تتوظف؟ لك يا أبو سنة السيفي يعني السيرة الذاتية تبعه، شايف الفرق بين البكالوريا بين شهادة المعهد المتوسط يلي مو عاجبتها؟ ايوه رد عليها سيفي أبو سنة سي في يعني سيرة ذاتية. قلت لي دخلك شو الشهادات اللي معاه؟ أنا معي إجازة بالأدب الفرنسي. البردون ابقى سلم لي على برج إيفل. امتى الزمن يسمح يا جميل؟ صباح الخير استاذ. أهلا صباح الخير. المدير العام يا شباب. طه ولك شو طارت الثاني قاعد يستنى عند غرفه ابو صبحي. شو عم يعمل عند غرفه ابو صبحي؟ ادري ولا ما بعرف شو قاعد يسوي. قاعد يستنى باص الدوير عم يشري روحه جربانه. شو قاعد يسوي يعني؟ قاعد يستنى لحتى يجي. يا حويلتك يا ابو صبحي، راحت عليه. نعم شو الخبريه هاي؟ صباح الخير استاذ. الله يخلينا ياكم استاذ. انا ابو صبحي مراقب الدوام. انا كنت جيت استاذ. خلاص لا خلاص. صباح الخير ابو صبحي. صباح الخير استاذ عارف. صباح الخير استاذ. في شيء استاذ؟ لا في شيء ولا بريزي. بالاذن ما حدا راح يشلك سنيفتك غيري. يا ستي هذا اكيد ما اجى على الموعد مشان هيك هي ملوظة. اللي كان شو؟ أنا قلبي عم بيقلني إنه هو إجا على الموعد بس ما طلع مثل ما حاطت صورته على الإنترنت. لك شو طلع؟ بيكون طلع شكله مصوفن وعلى أكازة. علوشة تقبري قلبي حبيبتي. خير فيكي شي؟ مضايقك شي؟ خير أنتو في شي؟ أنا مضايقتكم بشي؟ أعوذ بالله مضايقتي. ما قالت على هالحكي أبدا. أنا هالمرة رح مرق لك ياها علوشة.
بس يعني انا وجمانة حاسينك هيك مو على بعضك ونحن مثل اخواتك. امانه امانه تحكي لنا صح؟ امانه يا عروس والله تحكي. خرب بيتكم والله ما احكي لكم وتفضحوني بالمديريه. قلتي شيء؟ لا ما قلت شيء. انا كثير مقدره مشاعركم تجاهي وتعاطفكم معي، بس بترجاكم تتركوني بحالي. صباح الخير. صباح النور استاذ. صباح الخيرات استاذ. كيفك يا ابو شريف؟ كيف المكتب؟ والله الحمد لله، وجودي معكم هو اكبر رحب. تسلم، اهلا وسهلا فيك. ضل بالي عندك امبارح، ان شاء الله ما في شيء. لا ما في شيء، شويه ارهاق بس. سلامتك استاذ، سلامتك. الله يسلمك، ابقي دوري لي على خلطه مشان الارهاق. ايه؟ ارهاق. أيوة. حاضر استاذ، دقيقتين. شكرا. دقيقتين استاذ، سلامة قلبك، سلامتك، دقيقتين استاذ. ارهاق، ارهاق. أصبحنا وأصبح الملك لله. تفضل. يا كريم يا ميمة قلبي من حب. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات. شرف يا سيدي. يسلموا دياتك. جبت لي كيس سكر؟ إيه جبته. حدا شافك لما جبته؟ لا أبداً، بمكان أمين دكتور، ها على راسي. كذب دكتور. هات يسلموا يديك. قيادة عاوز شي دكتور؟ لا سلامتك. الله يسلمك. الله يخليك. السلام عليكم. الله معك. خلص على الدوشة بقى، افرضي اياه. ايمانك حلوة وانتي هيك حبيبي. ولك خلص خلص، شايفيني مو طايعة حالي، روحوا لمحلاتكم. يلا خلص روحوا. ما هي على طول ما انا حلوة. انت شفتي لي كيف لما بتتضايق شلون بتنفش لك مناخير وبترفق بي؟ شوفي خير مرحى ومرحى. ضحكوني معكم. ليش يا بعدي؟ ليش ممنوع الضحك يعني هون؟ ايه ممنوع الضحك هون، وخاصة إذا أنا ما بعرف. ايه لا يا ستي أنا بعرف، وفي سبب وجيه وجيه كمان. خلص خلص يا صبايا خلص. أنتوا التنين تكون شايفة فينك حبيبة قلبك شلون عم تحكي. خلص بس ولف بس بابا خلص، ما شايفة علوشة شلون متضايقة. كيف منفذ عينيك؟ خلص ما أنا طايقة حدا يمزح معي. حبيبي علوش بس حال عنا. حبيبي هلا ما بدك تقولي لنا شو صار معك امبارحة؟ بخصوص شو؟ بخصوص الشاب اللي رحت تشوفيه. حلو؟ قصدي الشاب حلو؟ يمكن عنده سيارة؟ دعمله طويل قصير، شو مواصفاته؟ خلص خلص اسمعوا، كل وحدة بتسأل سؤال واحد بس. أنا عنده بيت؟ عنده. شفتيه؟ للبيت؟ لك للشاب؟ لا ما شفته. شلون ما شفتي وشلون عرفتي انه عنده بيت؟ خلصنا بقى اسئله، خلصنا، انا ماني طايقه حالي، روحوا بقى، روحوا على شغلكم يا جماعه، روحوا روحوا خلص. شو بتعمل؟ خلص. خير شوفي؟ معامله. خالصه. تفضل. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيكي. تفضل البريد. ماشي، اطلبي لي هدول الموظفين وفوتيه اللي عندي واحد واحد. حاضر استاذ. واحد واحد استاذ؟ اي واحد واحد. حاضر واحد واحد. حاضر. شو هالمديريه؟ حتى المناح واشين. بجوز انا اكون واشي شو ما عندي خبر. الو. ايه انسي هلا. المدير العام دياني؟ طيب طيب. أب سعيد كان هون والله. اجي أنا وأب سعيد؟ طيب هلا بدور عليه وبجي. أنسي هلا، يا ترى بتعرفي ليش بده ياني المدير العام؟ يعني شو بده مني؟ طيب جاي جاي. شكرا شكرا. شوفي المدير العام طالبني. والله حسب مسموعياتك بالشغل يمكن بده يعمل لك شي مكافأة محرزة. تخبير عن مسموعياتك انا الا اوعدك. جوجو بس لك شو بده المدير العام منا لعلي حتى بعت وراها؟ جوجو صارفه انا متضايقه، حب الطيب لخاطرها بشي كلمتين او ينزلها ضره على مرته. قلتك ابو شريف يستر عرضك،
ما شميت لنا شي ريحة من هون ولا من هون، شو بيكون بده منا المدير العام وأنا بالذات شو بده فيني؟ لا ما شميت، فايق من الصبح معطيس مشان هيك ما شميت شي. شو هالحكي؟ شو دخل الشم بالتعطي؟ ليكون معك جيوب ومالك عرفان؟ ايه معي جيوب. ايه لحق حالك، لازم يشوفك دكتور ولا قلك؟ خلي الدكتور احمد يشوفك بما انه هو مختص. شافني الدكتور احمد وشو قال لي؟ قال لي انه هو بانتظارك. شرف موسى. طيب بدي اسال، ليش انا بالذات؟ ليش مو ابو سعيد بالاول؟ ليش مو العنسي عليا؟ يا اخي هيك اوامر المدير العام، قال له انت اول واحد. شرف يلا فوت خلصت. دي ابو سعيد على حب النبي حافظ دعاء الدخو. اللي بضرب على هالحكي لو حافظه قريته يا اخي. والله بتصل بشيخي. دي ابو احمد صار هي ابو احمد. ابو سناء شريف. دقيقة على حب الله. دقيقة على حب الله ابو شريف. الو الو، مرحبا مولانا، محسوبكم مريدكم ابو سناء. لا 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 والله لا والله لا والله لا والله مولانا ما في شيء. مولانا بدي اسالك حافظ، بدي تذكرني دعاء الشدائد عند الدخول. لا والله ما في شيء، بس امرك امرك. يلا وجعلنا من بين ايديهم سد. حافظها سيدي حافظها. صلي على النبي 3 مرات. ايه وادفل على اليمين وعلى اليسار قبل ما فوق. ايه وقبل ثلاث مرات. ادفل ادفل بوشه. امرك سيدي امرك. كتر خيركم سيدي. خلص بيجي على الدرس سيدي بيجي. امرك امرك. اذا بتريد ابو شمال دي دي دخيلك. مدير العام بانتظار. ان شاء الله عم بالله وجعلنا بين ايدينا. لا حول ولا قوة الا بالله. وجعلنا بين ايدينا. يلا الله يوقف معك. يلا يا اخي يلا روح. الله اتكل على الله. الله يفتح عليك يا اخوي ابو سناء. الله يفتح عليك. يفتح عليك. تفضل. صباح الخير سيدنا. اهلا اهلا. تفضل يا ابو سناء تفضل. اهلا وسهلا زارتنا البركه. اهلين وسهلين بقامتكم سيدنا. ايه تفضل ارتاح. تفضل. لا شو ارتاح ما ارتاح، الناس مقامات سيدنا. اه وشو مقامك انت؟ صبا ولا نهون؟ يلي بدكم يا سيدنا يلي بدكم يا. المهم ما يكون نكريز. لا 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 شو نكريز ما نكريز. يا اهلين ابو سناء يا اهلين. اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا انتم طلبتوني، بدكم مني شيء؟ ايه بدنا. شو قهوتها؟ مثل ما بدكم سيدنا مثل ما بدكم. ايه على عيني. يا اهلا وسهلا. ايه اخي ابو شريف لو سمحت بس بدنا فنجانين قهوه انا والاستاذ ابو سناء. حاضر استاذ. قبل حاضر استاذ. ابو جميل تعال عندي. بسم الله. ابو جميل ما انا بعد مطلوب على التحقيق. ابو جميل يعني شو بدي ابو جميل يا اخي؟ شو بدي ابو جميل؟ هدي حالك ابو سعيد هدي حالك. والله هادي والله هادي. سمعتي مثل ما سمعت عيون ابو جميل. جمال استاذ ابو جميل يرضى عليك. إيه؟ عميل فنجان قهوه دخله لمكتب مدير العام. على راسي. خشخشني لخشخش لك فرفش لي لفرفش لك ودربك ففرش لك الرئيسي. هاي رأسك معناته ملخ. هاي اضرب اضرب. سمعتي مثل ما سمعت قرابتي؟ هاي ترقية. لا عاد اثنين قهوة وحلوة ولا جوا ولا عنده. وصلنا ساعة تفتف يمين وشمال. وأكيد لح يشربك قهوة المدير العام كمان. هدي حالك. هدي أغبا خمسة ستة دوي بنا دوي بنا بسك دوي بنا يا حبيب دوي بنا دوي بنا دوي بنا. أبو جميل دير بالك لعبت بالفنجين. دوي بنا خبرة ساس خبرة أبن عن جد. مشان بروح اليوم عم تغني يا لك هان حدا بيستحل له يقدم القهوة للمدير العام ذات نفسه وما بيكون مروي. ركز لي عليها ذات نفسه تبع المسلسلات الهوية الشامية. هلا بيبردوا الله يرضى عليك. يا راسي دوي بونا دوي بونا يا حبيب. شو هذا يا ناسب هناها وناسب عزاها؟ قسما بالله ماني عرفان راسي من رجلي. قهوة فايتة قهوة طلع. احكي لك كلمة برت على قلبي. لك طول بالك باينة في ترقية لك.